وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. المغرب وقلب موازين القوى في المغرب الكبير. طيلة 46 سنة وحنا كنشوفوا الجزائر كتقشاني في الأسلحة الخردة الروسية، ما كاين غير هز من القصر المرادية ودي لروسيا. وفين مشى داك السلاح وديك الخردة الروسية؟ الله أعلم. كنسمعوا على الحرب غير عند الإعلام الجزائري وجبهة البو لي زيرو. اليوم المغرب كيدير شراكة كبيرة مع حلفاء جداد اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. المغرب تحرك في السنتين الأخيرتين وقلب موازين القوى اللي كانت دائما الجزائر كتدعي بأنها عندها عتاد من الأسلحة كبير، لكن المغرب بضربة معلم أصبح في الريادة باقتنائه لمعدات أكثر تطور وأكثر فعالية. حنا كنقولوا هادشي ماشي حيت باغي الحرب، حاشا ولله، ولكن الاحتياط واجب لأن الكابرانات سالوا جميع الأوراق ديالهم، وحتى إسبانيا اللي جارتنا ما فيها ثقة، وهادشي علاش هي خايفة من الشراكة الجديدة اللي دار المغرب مع إسرائيل عسكريا. العمامرة قالوا ليه بأن نصر بوريطارة في أمريكا وتلقاه وزير الخارجية الأمريكي، وكيفاش أنت ما تحركتيش؟ قال لهم ماشي مشكل، أنا غادي لجمهورية الكونغو. الرعد. نخليكم مع هذا التقرير اللي كيكشف التعاون اللي كيدير المغرب مع إسرائيل عسكريا، وكيفاش خايفة الجزائر وإسبانيا من هذا التعاون اللي قلب موازين القوى في المنطقة العربية. نخليكم مع هذا التقرير، نتمنى تفعلوا معاه بشكل كبير. ما تنسوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلوا من الجديد ديالنا دائما. ما الذي رشح عن هذه الاتفاقية نتحدث عنها ولكن بشكل مبهم إلى حد كبير؟ هل هناك تفاصيل أوفى؟ رسميا كما أشرت لا توجد أي تفاصيل. استمعنا لتول بني جانس يتحدث عن تعاون أمني بكل أشكاله، كلمة بكل أشكاله تفتح الباب على تعامل في مجال الاستخبارات في التصنيع. هو يتحدث عن مشاريع مشتركة، لم نعرف ما هي هذه المشاريع، لكن يقول لتصدير السلاح للمغرب. لا توجد تفاصيل مرة أخرى، لكن هناك موقع إخباري أسباني يسمى الإسبانيول. هذا الموقع نشر قبل أيام قليلة عن نقل عن مصادر أسبانية بعض المعلومات عن هذا التعاون الأمني الذي يقلق الأسبان بالمناسبة، ومن هنا جاء النشر. لابد أن نتوقف للحظات إن سمحتي عند مصداقية هذا الموقع. هذا الموقع رئيس تحريره هو كان رئيس تحرير صحيفة الموند الأسبانية، الموندو الأسبانية، وهي ما زالت ثاني صحيفة أسبانية. يعني الرجل يتمتع بمهنية يوصف بأنه له دائما ما يكشف أخبار، لاحقا نعرف أنها أخبار حقيقية. الصحف الأسبانية تناولت نفس الخبر الذي نشره هذا الموقع. ماذا يقول هذا الخبر؟ نقف عند المضمون. يقول لنا التعاون يمتد إلى مشروع بناء قاعدة عسكرية بالقرب من مليليا، جنوب مليليا، على بعد نحو 60-70 كيلومتر من مليليا. تقريبا بحسب ما علم الموقع أن إحدى المناطق التي يتم العمل على إنشاء القاعدة الجوية العسكرية فيها هي المنطقة الصحراوية لمنطقة أفسو جنوب مليليا. مليليا طبعا التي هي تحت الحكم الأسباني منذ 5 قرون، لكن طبعا نسمع أصوات أسبانية مغربية تريد استعادة هذه المدينة التي هي موجودة جغرافيا داخل المغرب. جزء آخر يتحدث عن طبيعة التعاون. بحسب دائما هذا الموقع أنه سيتم تطوير صناعة وطنية لإنتاج الطائرات بدون طيار. معروف أن إسرائيل تتمتع بتكنولوجيا متقدمة في هذا المجال، وأن الهدف هو تعزيز القوة الجوية المغربية، وأن هناك عمل مشترك الآن بين البلدين لتصنيع طائرات انتحارية. يعني قد يكون مصطلح غير منطقي، لأن الطائرات لا توجد طائرات انتحارية، مقصود طائرات تقوم تستخدم كقنابل متنقلة إن أردت. وبهذه الطريقة بحسب الموقع يعتبر أن الإسرائيليين سيستفيدون من إنتاج طائرة بتكلفة أقل، وبالتالي سعر أرخص وقدرة على المنافسة وتواجد في المغرب العربي، وسيكون يحسنون من وضعهم في عملية تصدير هذا السلاح. إذن هذا ما كشف. طبعا الموقع الإخباري هو الذي يتحمل مسؤولية مصداقية هذه الأخبار، وننتظر من السلطات المغربية أو الإسرائيلية أن توضح أو تجيب أو تعلق على هذا الموضوع. لكن هل
يبدو هذا منطقيا، أعتقد يبدو منطقيا إلى حد كبير. إسرائيل مستفيدة جدا من مثل هذا المشروع، لأنه مثل هذا المشروع كما نقل المصدر الأسباني سيوفر إنتاج أرخص للمنتجات الإسرائيلية التي ستكون موجودة في المغرب العربي، وستكون إسرائيل قريبة من جبل طارق هذا الممر المائي الرابط بين البحر المتوسط كما نرى هنا بين البحر المتوسط والمحيط، وهو موقع في غاية الأهمية، وستضع إسرائيل على مقربة من منطقة عسكريا بشكل رسمي لم تكن في مخيلة القادة الإسرائيليين أن يصلوا إليها، وهي ستكون ليس بعيدة بالمناسبة أفسو ليست بعيدة كثيرا عن الحدود الجزائرية نحو 130 أو 140 كيلومتر. بالنسبة للمغرب هو أيضا سيستفيد لأنه بالأساس عندما أراد المغرب أن يحظى باعتراف الولايات المتحدة على الصحراء الغربية بأنها أراضي مغربية دخل على موضوع التطبيع مع إسرائيل. إذن بالنسبة للمغرب إسرائيل هي الباب لوضع أفضل مع الولايات المتحدة، ومن هنا حصل على طائرات بدون طيار متقدمة جدا مع الولايات المتحدة، ووقع اتفاقية عسكرية مهمة مع الولايات المتحدة، واليوم على ما يبدو بحسب هذه المعلومات التي ننتظر تأكيد أو نفي لها هناك نوع من إنشاء صناعة عسكرية مغربية متطورة ستساعده في ميزان القوى مع الجزائر التي هي تدعم جبهة البوليساريو التي تريد استقلال الصحراء الغربية عن الأرض المغربية، وبالنسبة للمغرب الصحراء الغربية هي أرض مغربية. طيب ما مدى تأثير ذلك على التوتر القائم أساسا بين الجزائر والمغرب؟ أولا طبعا نعلم جميعا أن العلاقات قطعت بسبب ما قالت الجزائر أنه أعمال عدائية من قبل المغرب، والجزائر استخدمت سلاح الغاز، قطعت خط إمداد الأسبانيا بالغاز عن طريق الخط الذي يمر بالمغرب، والمغرب كان مستفيد من هذا الموضوع. المشكلة الآن هل الجزائر فعلا أن تقلق من هذا التواجد أو التعاون العسكري؟ أعتقد نعم. إذن الجزائر الآن بكل موقفها من هذه القضية ترى أن الطرف الآخر من هذا الصراع موجود على حدودها. الجزائر أيضا تابعت زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب قبل أشهر وسمعت تصريحاته عندما قال أننا نتشارك القلق مع المغرب فيما يخص تقارب الجزائر مع إيران ومحاولة الجزائر منع انضمام إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي. وطبعا معلوم أن هكذا دعم عسكري أو تعاون عسكري سيدعم ميزان القوى لصالح المغرب. إذن ارتفاع ميزان القوى أو أن يكون ميزان القوة في صالح المغرب لا نستطيع أن نحكم هو في صالح المغرب أم لا، لكن هي محاولة أن يكون ميزان القوة في صالح المغرب، هذا طبعا سيزعج الجزائر، وأن يأتي ذلك من إسرائيل التي ترى في الجزائر خصم مهدد لها إن كان في أفريقيا إن كان بالتقارب مع إيران، هذا سيكون طبعا سبب للقلق. ناهيك عن المواقف التاريخية الجزائر مع القضية الفلسطينية، والطرف الآخر من الصراع هو إسرائيل موجود على حدودها. إذن الموضوع طبعا سيقلق الجزائر كثيرا، وهناك سبب لكي تقلق الجزائر، وفي الغالب سيؤدي إلى التوتر مع المغرب. المغرب الذي قد يكون يحاول أن يقول للجزائر من جهة ها أنا أستعد لأكون أسترد أفرض سيطرتي تماما على الصحراء الغربية وأنهي هذا وضع عسكري يسمح لي بحسم الأمور إلى حد ما، ومن جهة أخرى قد تكون أيضا رسالة من المغاربة للأسبان، لأن عندما تكون القاعدة إن صدقت هذه المعلومات جنوب مليليا على بعد نحو 60-70 كيلومتر فقط من مليليا هي تقول للأسبان أننا لم ننسى مليليا ونحن قريبين من مليليا، وبالتالي هي رسالة أيضا تقلق الأسبان الذين كشفوا عن هذه المعلومات. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركنش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.